اذا باتجاه المرمى خطيره بسرعه محمد خزعل طبعا يطلب الكره في الجانب الايسر امام منطقه الجزاء ممكن تمريره عرضيه جميله باتجاه مهدي ممكن التسديده من شيركو الان شيركو ممكن شيركو يتلاعب بالمدافع ذلك واخر مباراه طبعا مع ايران تنفيذ الركنيه كره بالراس ايمون يحاول احمد عبد العباس يخطف الكره تمريره داخل منطقه الجزاء الهدف السابع ايضا